السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل يتابعنا الآن عبر موقع المربع نت. أنا عبد الله مفيع، رحب فيكم وحييكم. اليوم معنا تقنية جديدة وحصرية ومختلفة من نوعها، وهي إطلاق كلينن من شركة رولز رويس. راح نتكلم عن أهم مواصفاتها وأهم مميزاتها في هذا الفيديو، يلا نبدأ ونشوف. انتهى وقت انتظار رولز رويس كالونن أخيرا بعد أن أطلقت العلامة البريطانية أول SUV خاصة بها مع مستويات فخامة فائقة، واللي تستند على طراز فانتوم. واليوم راح نكتشف مع بعض أهم 5 مميزات فريدة في كالونن الجديدة كليا. ومن أهم هذه المميزات نمط الطرق الوعرة. يفتقد نظام الدفع الرباعي الدائم إلى مجموعة تورس النطاق المنخفض، ولكن حلت رولز رويس هذه المشكلة من خلال زر يحمل اسم إفريوير، والذي يقوم السائق بالضغط عليه عند القيادة في الطرق الوعرة. وعندها تبدأ حواسيب كالونن في تعديل أنظمة التعليق حسب ظروف القيادة لتحقيق أقصى مستويات الراحة، خاصة وأن كالونن تمتلك عمق الاجتياز الأكبر في هذه الشريحة، ما يصل إلى 540 ملليمتر بفضل نظام التعليق الهوائي المتكيف ومحرك V12 المستخدم في فانتوم سعة 6.75 لتر وبقوة 563 حصان و 850 نيوتن متر. ثانيا، تجربة ركوب سحرية. تأتي كالونن 2019 مع معمارية الهيكل الكامل المستخدمة في فانتوم، وبينما يقوم نظام التعليق الذي تم تصميمه بشكل فريد لتحمل الطرقات العادية والوعرة، تقول رولز رويس أن ما تصفه أنه تجربة ركوب البساط السحري، سيتم الحفاظ عليها مهما تغيرت ظروف الطرق المحيطة، وهذا بفضل نظام التعليق القادر على الارتفاع والانخفاض مع الحفاظ على سلاسة الركاب. ثالثا، حاجز زجاجي. قامت رولز رويس بوضع حاجز جي خلف الصف الثاني من المقاعد لفصل المقعدين في الخلف عن حقيبة الأمتعة بشكل كامل، واللي يمنع من وصول الهواء المحمل بالأتربة المزعجة إلى الركاب وإزعاجهم، فلن تؤثر أجواء الطقس الخارجية على ركاب المقاعد الخلفية القابلة للانحناء، واللي يمكن أنك تختار الحصول على مقعد واحد طويل منقسم في حالة الرغبة في زيادة العملية والتخلي عن قليل من الرفاهية. رابعا، وحدات الترفيه. حال الرغبة في زيادة الاستفادة من مساحة الـ SUV كالونن، يمكن لعملاء رولز رويس أن يطالبوا بتخصيص حقيبة الأمتعة عشان تكون مناسبة لعدد كبير من النشاطات، واللي يتضمن معدات الصيد والتصوير والتزلج على الجليد، واللي راح تحتوي جميعا على درج ذو محرك يفتح عند الحاجة. واللي لازم تعرفونه أن اسم السيارة مستوحى من ألماسة. تم تسمية أول SUV من رولز رويس تيمنا بماسة كولينان، ولتعتبر من أكبر ماسة تم اكتشافها في العالم حتى يومنا هذا، بعد التنقيب عنها أكيد في جنوب أفريقيا عام 1906 بوزن 621 جرام، ما يعادل 3106 قيراط، مع سعر تقديري يبلغ المليار ريال سعودي. تم قطع الماسة إلى 9 ماسات صغيرة عام 1908 لتحصل العائلات الملكية حول العالم على بضع قطع منها، حيث تنتمي أكبر قطعتين الآن إلى التاج البريطاني. عالم السيارات دائما يفاجئنا بكل ما هو مميز وجديد، وهذا الشيء اللي شفناه اليوم مكتتين كالينان من رولز رويس. تقبلوا تحياتي أنا عبد الله مفيع وتحيات فريق الإعداد، وانتظرونا في تغطيات أخرى كما عودنا المربع نت. نشوفكم على خير وفي أمان الله.